سواء في نادي الترسانة او نادي الاولمبي. ادي مره تانية حسام حسن اتطرف ناحيه الشمال، يرجع مره تانية الطاوي ببطن رجليه عايز يلعبها جوه. هنشوف لسه، بقول لكم السيد عبد العال. احمد سمير جوه ال 18 حلوه، مين يلعب بدماغه لكن يطلع الطاوي مره تانية. قالشه جوه ال 18 يطلع ايمانويل عبد الحكيم، حلوه عبد الحكيم بيلعبها الراجل ما فيهاش اي تسلل. الراجل هنا ايه، لو حط رجليه قوي جدا بقوه اكتر من كده كانت ممكن تروح في الزاويه البعيده. مره تانية طلع اسلام صلاح اماميه، احمد رؤوف جوه ال 18 مش ممكن الكره كده بتجيله. بصوا يا جماعه هنا فوزي برده طلع متاخر، يعني طلع بدري شويه كده لا منه راح للكره ولا منه خدها، يعني كان ممكن تسبب في مشكله وما فيهوش صحه. لكن مره تانية الهجمه المرتده وفاول وممكن يبقى فيها انذار على فريد شوقي. محمد عادل، محمود عبد الحكيم يا ولد على البينيه، حلوه ال1 2 حلوه العرضيه، ممكن لكن داخلين في 8 داخلين في 11. ادي مره تانية البينيه وفيها خطوره، ممكن نجيب جول تاني. ادي هنا البينيه وما فيهاش اي تسلل، حسام ما باولو لم الراجل هنا وحطها في الزاويه الضيقه. توقع كده عواد ان ممكن تتلعب في الزاويه البعيده لكن حطها له في الزاويه الضيقه. عبد الله الشحات، ادي هنا تسلل على محمد اشرف. عبد الله الشحات خد نص الملعب، عفروتو تقدم لدمنهور، هو اللي احرز هدف دمنهور، واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي لعب 18. عبد الله الشحات، عبد الله عرضيه حلوه لكن رشاد فاروق عاشور لدهم، حلوه يا ضربه مرمى. بصوا يا جماعه الاعاده، طلعها رشاد فاروق هنا وخدها على الطاير من مره واحده، حلوه. هل بقى كان في موقف تسلل هنا احمد رؤوف ولا ايه؟ لكن طبعا الكره طلعت بره. 18 ضغط من النادي المصري، محمود عبد الحكيم العرضيه محمد ادي العاده مره تانية. عبد الحكيم عملها عرضيه، عملها حلوه، طلع محمد اشرف لمسها بدماغه، كان عايز بقى تنزل شويه كده ويركب الكره اشرف عشان تروح كده في الجول. محمود عبد الحكيم واحد ضد واحد، محمود عبد الحكيم هيلعب العرضيه، يقف على كورته مره تانية، يهيئها لداوودة، داوودة العرضيه فيها خطوره لكن يا سلام يا فوزي يطلعها بقبضه ايده الشمال. نص ساعه الطاوي في وسط واحد واثنين وثلاثه، دخل في الزحمه الطاوي، مشيت معاه الكوره وادى عبد الرازق. شوف ادى الانذار لمين؟ الملعب مره تانية، عاشور لادهم اماميه جوه ال 18 يلمس خط الظهر مره تانية وتطلع ركنيه، هيروح لها احمد سمير يلعب العرضيه برجليه الشمال على القائم الاولاني محمد اشرف. اشرف عايز ادي هنا العاده بقى قدامنا مره تانية، يعني فيها دفعه كده، الراجل حط رجليه ما خدش الكوره، اي وقت محتسب بدل ضايع. لعبها بكعب رجليه ولا ايه؟ عاشور لادهم تسديده تخبط مره تانية فيها، هوبا يا سلام. اتعملت هنا، الراجل عملها بكعب رجليه وما فيهاش اي تسلل، احمد رؤوف بيحطها لكن بينقذها احمد. اتعملت حلوه فوزي يلمس المره دي لسه احمد سمير وجول. يعني الجول ده لو جه بدري شويه كانت المباراه كانت تبقى احلى من كده. هدي عليها وصبر عليها كتير قوي احمد سمير وحطها حلوه رغم وجود 3 4 لعيبه جوه الجول. بصوا يا جماعه حطها في حته صعبه جدا، لمسها كمان حسام باولو، غيرت اتجاه الموقوف وبالفعل في هذه